والله عدتكم ما نشبع منها. احنا مش بنشبع منك يا بروف. هنستنى الميعاد اللي جاي على نار يا مازن. ان شاء الله. ربنا يبارك لنا البيض على راسك. ازيك يا تفتح؟ كويس. انت عامل ايه؟ بوم. ما طبعا لازم تبقى بوم. واللي مقطع هدومك بالشكل ده؟ يا ابني بس كنت بتفرج على فيلم الكرنك. جبت لي كتاب الطبيخ اللي قلت لك عليه؟ مستنيه انت. صح؟ اهو. كيفية الحش و في الفنجان غاوي حاسس وانت ستر. ربنا يرضي العاصم يا رب. بتنجان اسود برضو. اهياني سلامتك يا قلبي. هادي هادي خلاص بقى يا هادي. هو انا مش خلاص جبت لك حقك قدام الناس بقت بالحاره تحت الحاره الوسخه دي؟ وبعدين انا كنت كمان عمال اضربك برضك، عمال اميز لك كده عشان يبقى كله في المنص ويبقى انت كده خلاص فاهم الحكايه. مش هو ده المفروض اللي افهم ايه بقى؟ انت بتضربني بجد؟ ايه يا هز؟ اما اكلمك بص لي هنا. بص لي هنا لما اكلمك. ايه؟ كبرت؟ خلاص؟ زورك بقى وسع كده؟ حنجركتك بقت عريضة؟ خلاص بلغت؟ كان لازم بطاطي. كان لازم بطاطي يا هادي عشان خاطر الريح تعدي، وكل هذا من اجل خوف عليك. خوف ايه؟ خوف ايه يا خالد؟ انا اصحابي قطعوك. يا حسوة ده ولا حاجة. يا ابني انت ما بتحسش؟ عمال اظهر لك في جسمي وعمال اقول لك يا هادي وبتاع، وانت برضه جبان ما بتحسش خالص. يعني يا خالي الواحد يسكت عن حقه ويسيب الظالم يبرطع؟ ألد حاجة. ألذ حاجة إن أنت تكون نايم وواكل على قفاك و24 قراط وزي الفل. عايز إيه تاني؟ نايم متظبط، نفسيا محطب وزي الفل، في إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ وبعدين هي كلها 60 70 سنة اللي هنعيدهم في الدنيا. أوعى تكون حاطط فكر في دماغك إن أنت خلاص مخلد موجود كده على طول زي مصاصة دماء. يا هادي إحنا هنضيف على الدنيا خلاص، ويا بخت منظره خف. والله يا أخي مش عارف أقول لك إيه. ايوه كده ارجع لاصلك ارد. تعالى خد موضه كده، تعالى خد مكانك يا وسخ. تعالى تعالى خلاص كده، ده احنا خلاص من الاخر خلاص خلاص. طيب انت هتتحرك بيا خلاص. خدك سجين برضك. تعالى تعالى. ايوه حاضر. ايوه حاضر. ايوه حاضر جاي. حاضر. يا رب عدي 60 70 سنة دول على خير. ايوه. ايوه حاضر جاي اهو. حاضر. حاضر خلاص. خلاص انا جاي في الحتة دي خلاص، انا جاي في اهو خلاص. خلاص اتفضل. الست سمانة. خش يا بنتي يا فوق لو معاكي النقاش. ادخل يا استا فرشة. حاضر يا معلم. الله، هما فتحوا شارع جديد من شقتي ولا ايه؟ بصي بقى يلا، انا عايزه الركنه دي وصدقي مسخسخ. حلوه. والصاله بقى ياما، عايزاها بقبقي مزعرر. ايه بقبقي مزعرر دي؟ بقبقي مزعرر. بس ايه الريحه على الارض؟ انت ايه فطران بامبرز؟ فطران بامبرز على الصبح؟ والسقف بقى ياما. ماله؟ عايزاه كيراميكا مسلح. اصل معلم قرني اكبر تاجر جديان اللي هيتجوزني ما عجبتوش غير الشقه دي. قرني قبل ما يتجوزك؟ اه. طب وانا هستفيد ايه لما تقعدوا معايا هنا في قلب السقه وتتجوزوا؟ هاخد روز زكس. اسمع بس بلاش لماطه، تعالى. ما هو ده كان كده بيتكلم في الوضع كانت لغايه ما نجهز لها شقتها، وبعدين هسكت من عليك الست شهور المتاخرين. بجد؟ اه. لا وايه، وهسلمك الشقه مدهونه ومتروقه. لا وايه يا تتح، خد التقيله. ايه هتسخ في وسي؟ لا يا راجل. امال ايه؟ انت ليك عندي كيلو لحمه ضاني كل اسبوع عشان تبر بيهم نفسك. بجد بالمصحف؟ اه والله. لحمه ضاني ضاني؟ اه. خد امضي بقى امضي. لا طب اديني فرصه افكر. انا موافق. هات
لحمه ضاني 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 تتح عشان الدنيا تفتح. يلا تتح خلصني ضاني صح ضاني انا عارف طعم الضاني كمان هنا تتح. ايوه اهو خد الفضل واحده ليا اه وواحده ليك بس بعد ما سجلهم في الشهر الوكاري. يا اخي امال ليه بيقولوا عليك ان انت راجل وسخ وسيء السمعه كده و... مين اللي بيقول كده؟ الحته كلها بتتكلم عليك بتقول ان انت اوسخ راجل وازمه الواحد في المنطقه. انت عمال تلوك معاه في ايه؟ خلصت ولا لسه؟ لا ما خلاص الراجل موافق وكله مضى وموافق على الرحيل. ارحل يا تتح. ايوه ارحل انا اذا كان علينا خلاص انا ممكن ارحل بس يعني طب الواد الواد الغلبان المسكين اللي نايم ده على الترابيزه بقول لك ايه ياما؟ ايه؟ بس سيبوا له الاوضه اللي على السطح والنبي ياما حنيتي يا منكوسه حسوه اديله الاوضه اللي فوق السطوح. الاوضه اللي ايه؟ انت بتقولي ايه يا ولية؟ ولولو عليك ساعتين وسكتوا يا بعيد حسوه طيب شخصيتها زيده ممكن تديك بالجزمه هز المفتاح هز المفتاح ما انت خلاص عرفت ان انت مدرسايا والمعلم راح المعلم جه ويا دوب سلب وجلابيه طالعه ونازعه السلم حسوه ما تصحينا قد القتيل ده. ايوه ما انت ما تصحوش ما تزعجوش الولد الولد نومه خفيف واسع يا عم واسع يا عم واسع يا عم انت هترزعه الواد ايه الواد لسه صغير ده بص نايم عامل ازاي هادي قوم يا هادي قوم هادي ايه خيره يا عيني يلا حبيبي قوم هادي انا صح يا ولد هادي هادي ايه خاله يلا قوم خاطر عشان خاطر احنا خلاص خدنا الروف الجاردن اللي على السطح.